مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. أسرة معروفة في عدن ترفض الخروج من منزل الرئيس عبد الفتاح إسماعيل. طفل في مخيم بحجة يحلم بالحصول على شهادة تخرج. الحرب المفتوحة فصل جديد للصراع الدامي في اليمن. وأخيراً رئيس كوريا الشمالية يتعهد بإغلاق موقع التجارب النووية أمام أعين العالم. أهلا بكم. في عام 2011 بدأ الربيع العربي باحتجاج جماهيري في صنعاء عاصمة اليمن، وانتشر بسرعة في جميع أنحاء المنطقة، ويمكن تفسير الوضع الإعلامي في اليمن بكلمة واحدة: الفوضى. وتزداد حياة الصحفي صعوبة عندما يواجه وضعا سياسيا غير مستقر، حيث يواجه العديد منهم أوضاعا يقتضي معها الدخول في صراع مع الحكومات التي لا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الأساسي. ويضيف التقرير الذي كتبته أمان الشرماني وقدمته في جامعة بوخارست ونشر مقتطفا منه الموقع بوست، في بلد مثل اليمن حيث تنتهك حقوق الإنسان الأساسية في كثير من الأحيان، يعرض الصحفيون وخاصة المراسلين الحربيين حياتهم للخطر حين ينقلون المعلومات من الخطوط الأمامية للصراع ويوضعون دائما تحت الضغط، وفي أحيان كثيرة لا يتمكنون من الإفصاح عن الحقيقة بسبب مجموعة متنوعة من الفاعلين السياسيين الذين يحاولون التحكم في نشاطهم، كما أن بعض وسائل الإعلام المتحيزة إلى طرف من أطراف الصراع تقيد ما يمكن نشره. يضيف التقرير الذي نشر أولا في مرصد الصحافة الأوروبية، اضطر العديد من الصحفيين إلى مغادرة البلاد بينما قتل آخرون، ويوجد أيضا 14 صحفيا محتجزين كرهائن. بعد أسبوع من تعذيبه توفي شاب في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة حجة، وعلق موقع المصدر أونلاين. وفاة طفل في سجون الحوثيين أو مختطف في سجون الحوثيين بظروف غامضة. قال مصدر محلي للمصدر أونلاين أن محمد محمود العماد توفي في سجون ميليشيا الحوثي بعد أسبوع من اختطافه. وذكر المصدر أن الحوثيين اختطفوا العماد الجمعة قبل الماضية من منزله في مدينة حجة بسبب رفضه ترديد الصرخة في أحد مساجد المدينة. وأوضح المصدر أن الحوثيين كانوا قد هددوا العماد باختطافه بسبب رفضه ترديد الصرخة، ونفذوا تهديدهم وأخذوه إلى سجن الأمن السياسي بمدينة حجة. وأضاف مصدر مقرب للمصدر أونلاين أن الحوثيين سلموا جثة العماد، وقالوا أنه قام بشنق نفسه في السجن ووجدوا آثار التعذيب على جسده، وتعد هذه سادس حالة وفاة في سجون الحوثيين في حجة. تمكن مدونون على الفيسبوك من إعادة واقعة إخفاء موظفة في إدارة أمن عدن إلى الواجهة، وقد تم إخفاء أنسام عبد الحميد وهي مجندة جديدة في إدارة أمن عدن قبل حوالي 9 أشهر في واقعة كانت هي الأغرب في تاريخ وقائع الاعتقالات بعدن، ولم ترد السلطات الأمنية أي اتهامات رسمية للمجندة حتى اليوم، ويطالب النشطاء بضرورة إطلاق سراحها أو السماح لأسرتها بزيارتها. وقد كتب فتحي بالأزرق مقالا في موقع عدن الغد تحدث فيه عن إخفاء أنسام وأضاف: أمام منزله الصغير بحي المعلى يشعل جمال سعيد عقب سجار صغير، ويتذكر زوجته التي غابت منذ 9 أشهر مضت. لجمال 3 من الأبناء بات مسؤولا عنهم بعد إخفاء أمهم أنسام. لقد طرق كل الأبواب لكنه لم يتمكن حتى من معرفة مصيرها. زارنا صباح يوم الأحد في 17 من سبتمبر 2017 في صحيفة عدن الغد، قال بلغة حزينة إنه لا يعرف مصيرا لزوجته وبكى. حكى جمال كثيرا عن بطولات زوجته حينما كانت تغيب لأيام تأدية لواجب مداهمات كثيرة هنا وهناك. لم يتخيل الرجل أن يطرق الرفاق باب منزلهم
حدث ذلك مساء 15 من سبتمبر 2017 حينما تم مداهمة منزله واقتيدت زوجته إلى جهة غير معلومة حتى اليوم. يكفي في الجنوب أن تقرأ كثيراً كيف ساق الرفاق ذات يوم من قحطان الشعب إلى زنزانة متسخة وأرغمه على الموت وحيداً، وكيف أفرغ آخرون الرصاص في جسد سالمين لكي تدرك أن هذا الوطن يأكل أبناءه كثيراً عقب كل جولة انتصار زائفة. ومنذ إخفاء أنسام حتى اليوم لم يعر كثيرون واقعة هذه المرأة أي انتباه. أعترف أنني كثيراً حاولت أن أتعاطف مع أنسام لكنني فشلت، وأكتب هذه المقالة دون ما أي رغبة بالحزن أو الغضب أو التعاطف الحقيقي. كانت المرأة ذات يوم ولأشهر طويلة أداة قهر لآخرين. ما حدث لأنسام أنها ذهبت بأقدامها إلى مستنقع كبير ابتلع المئات من الضحايا ولا يزال، بينما هي تساهم في دفع آخرين انزلقت رجلها إلى وسطه. فهل نحزن؟ لأنسام قضية فيجب أن يتم الكشف عنها أو أن يتم الإيضاح عن حقيقة اعتقالها وأسبابها حتى اليوم. هذه المرأة لا تملك قبيلة يمكن أن تدافع عنها، لكن إن كانت لا تزال حية فعليهم السماح لأسرتها برؤيتها. هذه أمور أخلاقية قبل كل شيء. بعد رمي مقتنياته إلى الشارع، ابنة الرئيس الراحل عبد الفتاح إسماعيل تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل. وينقل موقع الاشتراكينت عن المحامية وفاء عبد الفتاح قولها: في العام 2015 قامت أسرة في مدينة عدن بانتهاك حرمة منزل والدها والعيش في المسكن. وأضافت: عندما نتحدث عن مسكن عبد الفتاح إسماعيل فإننا نتحدث عن شخصية وطنية، نتحدث عن قامة سياسية، عن مفكر وشاعر وسياسي، عن رجل ناضل من أجل تحرير الشعب، عن رجل ناضل من أجل العدالة والمساواة. وتؤكد وفاء: حاولنا رفع الشكوى إلى الجهات الرسمية ممثلة برئيس الوزراء الذي أصدر توجيهات لم تتعامل معها الجهات الأمنية. تتابع: أثير الموضوع منذ حوالي أسبوعين عندما قامت هذه الأسرة برمي كل محتويات البيت من كتب ووثائق وصور إلى الشارع. وتضيف المحامية: كل ثقة أن البيت سيعاد بكل الطرق وبكل الوسائل، ما لم فنحن سنصعد. ما يربطنا بهذا المنزل هو إرث عبد الفتاح إسماعيل الرئيس الذي قدم الكثير لهذا الوطن، الإرث الذي رمي إلى الشارع. للنزوح تبعاته التي لا تحصى، فبعد فقدان الأهل والمنزل هناك أيضا فقدان الوثائق. ويعنون موقع المشاهد نت: طلاب بلا شهادات، مشكلة نازحي مخيم المنجورة في محافظة حجة. يسرد الموقع حالة الطالب محمد جبران ذي 12 عاما والذي لم يتمكن من الحصول على شهادات رسمية بنجاحه من الصفين السادس والسابع رغم اجتيازه الاختبارات وانتقاله للصف الثامن في مدرسة مخيم المنجورة للنازحين بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة. نزح محمد من منطقة المزرق شرقية مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة قبل عامين ونصف العام، ويقطن مع عائلته في خيمة صغيرة في المنجورة. ورغم التحاقه بالمدرسة إلا أنه لم يستطع الحصول هو وزملاؤه على شهادة نجاحهم بسبب عجزهم عن دفع رسوم الشهادات. ويحلم محمد ومثله الكثير من الأطفال النازحين في مخيم المنجورة بحمل شهادة النجاح آخر العام الدراسي والافتخار أمام والديه بما حققه من إنجاز رغم آلام النزوح وقسوة الظروف المعيشية في المخيم. يقول محمد جبران للمشاهد: نزحنا إلى هنا بسبب الحرب قبل أكثر من عامين ونصف، وكنت أدرس حينها في الصف السادس وتوقفت عن الدراسة لأكثر من عام نتيجة الحرب والنزوح حتى افتتاح المدرسة في المخيم. وقالت ميريتشيل ريلانيو ممثلة اليونيسف في اليمن: إن جيلا كاملا من الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلا مظلما بسبب محدودية خدمات التعليم أو عدم توفرها. البرلمان اليمني الأطول عمرا من حماية الدستور إلى خيانته. تحت هذا العنوان كتب صادق عبد الحق مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا: سيذكر التاريخ برلمان اليمن الحالي كأسوأ برلمان في تاريخه، يمنح حكومة انقلابية غير معترف بها دوليا ثقته
لمجرد أنها أقرت رواتب أعضائه وبدل جلساتهم في ظل حرمان موظفي الدولة من رواتبهم لأكثر من عامين ونصف العام. وسيذكر التاريخ أن أعضاء البرلمان اليمني قاموا بتزوير الحقائق وعقدوا جلسات بدون نصاب وبلون واحد لا يمثل ناخبيهم بأي شكل، فضلاً عن مخالفة الدستور وخيانة الناخبين والتواطؤ مع جماعات مسلحة دفنت كل ملامح الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية التي كافح اليمنيون من أجلها على مدار 6 عقود من تاريخهم المعاصر، إذ كان البرلمان والتعددية والديمقراطية رغم كل عيوبها أقوى مكاسب نضال الحركة الوطنية والثورات المغدورة ضد الاستبداد والاستعمار. خلال فترة البرلمان الحالية الأطول في تاريخ البلد 2003 حتى 2018 تم خوض 6 حروب في صعدة وعشرات الحروب الصغيرة التي تلت 2011 وصولا للحرب الجارية المركبة متعددة الأطراف والأهداف، وتمت أول وأغرب عملية تهجير اليمنيين على أساس العقيدة الدينية كما حدث لسلفي دماج على يد الحوثيين وبمباركة هادي، وتم تفكيك الجيش وإحلال الجماعات المسلحة محل الأحزاب السياسية وقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتم تمرير صفقات فساد ترقى لمستوى الجرائم العظمى. ولم يقم البرلمان بدوره أمام أي من هذه التحولات التي أدت إلى تدمير البلد. من حق أعضاء البرلمان إعلان المواقف التي تعبر عنهم بصفتهم السياسية خارج البرلمان، أما تحت قبة البرلمان فإن كل توظيف للصراع أو دعم لطرف مسلح أو تعطيل لبنود الدستور والقانون أو احتيال على ثقة الناخبين ومشاركة كاملة الأركان في عملية هدم مكتسبات البلد وقتل وتشريد وتجويع وقمع أبنائه الذين منحوهم أصواتهم. واحد من أكثر الأدباء اليمنيين الذين تم إهمالهم وتجاهل أعمالهم أصبح الآن يعاني وحيداً، وعنون موقع فضاءات: أدباء يمنيون نداء عاجل لإنقاذ حياة الشاعر الكبير عبد الودود سيف. قال الموقع: أطلق أدباء وكتاب يمنيون نداء إنسانياً عاجلاً للالتفات إلى ما يمر به الشاعر الكبير عبد الودود سيف الذي يرقد على فراش المرض في منزله بصنعاء وتزداد حالته الصحية سوءاً بعد تعرضه لجلطة سابقة. وكان صاحب زفاف الحجارة للبحر للديوان الأشهر والإصدار الذي أثار جدلاً وما يزال في الوسط الأدبي، حيث أتى بحشود ولغة وكتابة شعرية شكلت فصلاً جديداً لشعر الحداثة في اليمن. ونشد الأدباء والكتاب وأصدقاء للشاعر والناقد عبد الودود سيف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الثقافة واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين للتفاعل من أجل انتشاله من الوضع المؤسف الذي يعيشه والعمل بسرعة على توفير منحة علاجية إلى الخارج، عرفانا بما يمثله هذا الرمز الأدبي اليمني وإنصافا واعترافا بمسيرته الإبداعية الممتدة على مدى عقود. ويتابع الموقع متحدثا عن الأديب سيف ومسيرته، حيث رأس تحرير صحيفة الثورة قبل مدة طويلة واليمن الجديد، وأسهم في التأسيس لاتحاد الكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين، وعمل باحثا في مركز الدراسات والبحوث اليمني، وعمل مسؤولا ثقافيا في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن.
الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد. قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS إن الصراع باليمن معزول عن العالم، مشيرا إلى أن اليمن يقع على حافة باب المندب، وهو ممر ملاحي هام على البحر الأحمر يؤدي إلى قناة السويس، وتمر معظم الشحنات الأسيوية إلى أوروبا عبرها، وكذلك ملايين من براميل النفط يوميا. وأضاف المركز في تقرير له ترجمه الموقع بوست: لا يمكن وضع النزاع باليمن في عزلة، لافتا إلى أن العديد من الأمريكيين يريدون غسل أيديهم أو أيديهم من جرائم الشرق الأوسط. وقال: يبدو اليمن الذي يعاني من الفقر والعنف والتمزق كمنطلق جيد للبدء في النزاع، ومع ذلك فإن المزيد من الانفصال في الرأي الأمريكي عن اليمن سيكون خطأ فادحا في الواقع. يجب على الولايات المتحدة أن تبحث عن طرق ذكية لفعل المزيد، ويجب عليها أن تفعل ذلك الآن. وتابع المركز: كانت اليمن فقيرة إلى حد كبير، وعلى الرغم من الثروة الكبيرة فقد عاش معظم اليمنيين في المناطق الريفية المعزولة والصعبة منذ قرون. وأضاف التقرير: بالنسبة للبعض يمثل اليمن نموذجا مصغرا للشرق الأوسط بأكمله. الكراهية التي ترعرعت منذ زمن طويل ترتفع إلى السطح وتختلط بوحشية وتطرف فطري، وتغذيها حرب بالوكالة. وبدلا من الخوض في الأمر، فإن الغريزة هي عزل الصراع عن العالم الخارجي والانتظار إلى أن يحرق نفسه. تتحدث صحيفة العربي الجديد عن ما أسمته في أحد عناوينها البارزة المتعلقة بالشأن اليمني: مرحلة جديدة لحرب اليمن، تصفية قيادات الحوثيين ومحاصرة صنعاء. وتعلق الصحيفة: النصر أو الشهادة لا ثالث لهما، هو ما أعلنه القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي في جنازة تشييع رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد في العاصمة اليمنية صنعاء. وكانت مختلف الأجواء التي سبقت الجنازة وترافقت معها تشير إلى أن اليمن دخل على ما يبدو مرحلة تصعيد جديدة، عنوانها الأبرز تركيز ضربات التحالف العربي على رؤوس القيادات والمسؤولين الحوثيين في صنعاء على الأقل. هذا يجري أيضا جنبا إلى جنب مع معارك الزحف نحو مدينة الحديدة الاستراتيجية للسيطرة عليها. ومن شأن السيطرة على الحديدة الإمساك بشريان المناطق الخاضعة للحوثيين، ليبدو أن عنوان الأيام المقبلة للحرب بالنسبة إلى التحالف بقيادة السعودية هو السيطرة على الحديدة. تفيد العربي الجديد: الحديدة هي البوابة الوحيدة لكل ما يصل إلى العاصمة اليمنية وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي الجنوب تحاول قوات الحكومة بدعم من التحالف فرض سيطرتها تحديدا في حضرموت وفي عدن من خلال تصعيد الحرب على تنظيمي القاعدة وداعش. السلام وكفى، بهذه الكلمة صدر قادري أحمد حيدر مقاله المنشور في موقع الاشتراكي نت، مضيفا في أجزاء من المقال: المطلوب اليوم هو استعادة الدولة كبنى وأنظمة ومؤسسات للعبور إلى السلام الحقيقي على طريق دولة ديمقراطية اتحادية، وليس استعادة النظام القديم، لأن العديد مما يحصل ويجري اليوم شمالا وجنوبا إنما هو استعادة للنظام القديم في تفاصيله المملة والبائسة، استعادة لدوره واسمه وحتى أفراده مكوناته القديمة، مما يعني في الممارسة الواقعية أننا لم نقترب بعد من دائرة الاستقرار والسلام ومشروع بناء الدولة المدنية، ونلحظ في ذلك قفزا على مخرجات الحوار الوطني الشامل ونسفا لأهداف ثورة فبراير 2011. إنه باختصار انتكاسة وعودة لدائرة الحروب، وليس لإنتاج سلام مستدام. إن حديثنا عن الشرعية وتأكيدنا عليها ليس دفاعا عن هذا الاسم أو ذاك كشخص واسم، بقدر ما هو دفاع عن الشرعية كمبدأ. الشرعية كقيمة مؤسسية ودستورية وقانونية
دفاع عن الشرعية كمفهوم وبنية ونظام الذي يمثل رمزية لمعنى الدولة ككيان ونصاب كلي متعال يقوم عليها المفهوم العام للدولة والشعب والوطن. ومن المهم وضعها أي الشرعية مؤسسة الرئاسة في أي مكان في العالم في المكان اللائق بها كرمز ودلالة. كعادتنا في المنطقة العربية حيث بقي علي عبد الله صالح ما يقارب 4 عقود يحكم ويهندس صناعة كل البلاد، ويسعى مقاتلا لتوريث الحكم في عائلته الصغيرة وقريته ومنطقته سنحان. يرى التقرير أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية المعدرة، وصف محمد الشبيري من صحيفة القدس العربي المعارك في اليمن بأنها أصبحت تتجه لتكون الحرب المفتوحة، فصل جديد للصراع الدامي في اليمن. ويرى التقرير أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمواجهة المسلحين الحوثيين في اليمن أخيرا تمكن من الوصول إلى الرجل الثاني في الجماعة صالح الصماد في عملية نوعية استهدفت سيارته في محافظة الحديدة الساحلية. يضيف كاتب التقرير 3 أيام فصلت بين العملية والإعلان عن مقتله، كما تم التكتم على الخبر سواء في وسائل إعلام الحوثي أو تلك التي تتبع التحالف العربي. وعلى ما يبدو فإن إخفاء الخبر مهم بالنسبة للجماعة المسلحة تجنبا لتأثيره السلبي على معنويات المقاتلين، خصوصا وأن الرجل عرف بتحركاته العسكرية وزياراته الميدانية للجبهات. لكن الأمر اللافت أن إعلام التحالف لم يورد أي نبأ ولو من باب الاحتمال حول استهدافه لقيادي بحجم الصماد. هذا من وجهة نظر الكاتب، يشير إلى احتمالين اثنين: الأول أن الضربة لم تكن تستهدف الرجل بعينه بقدر ما هي كغيرها من الغارات الجوية التي تنفذ في تلك المناطق، فيما الاحتمال الثاني ربما أن معلومات مؤكدة ودقيقة وصلت إلى التحالف بشأن مكان تواجد القيادي الصماد وعلى ضوئها نفذ العملية. وخلاصة القول وفقا للقدس العربي فإن الوصول إلى الرأس قيادي بارز بحجم الصماد يعني أن اختراقا ما أحدثه التحالف في صفوف الجماعة المسلحة. بين الأخبار الأكثر تداولا بشأن أزمة السلاح النووي الكوري، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط كيم جونغ أون يتعهد بإغلاق موقع التجارب النووية على مرأم من العالم. قالت الصحيفة نقل مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن البيت الأزرق عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله خلال اجتماعه مع مون أنه سيغلق موقع التجارب النووية في مايو على مرأى من العالم الخارجي كله. وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قبل اجتماع القمة إن بيونغ يانغ ستعلق فورا التجارب النووية والصاروخية وتلغي موقعها للتجارب النووية، وستسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق النمو الاقتصادي والسلام. وقال البيت الأزرق أنه تأكيدا لهذا النبأ قال كيم ليمون أنه سيدعو خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لضمان شفافية إغلاق المنشآت. جمع محمد خالد حمزة الطبيب والمسؤول في الجمعية الطبية السورية الأمريكية وفريقه رسوم بعض الأطفال من سوريا عاشوا وسط الحرب في بلادهم، فكيف رسم أطفال سوريا الحرب؟ نشاهدها في جولتنا المصورة حيث نشرت الصور في موقع شبكة البي بي سي. نتابع. We'll be right back.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.